رواية ملحمية أطلق عليها اليذة العصور الحديثة، نشرها الروائي الشهير ليو تولستوي عام 1865 لتبقى حتى اليوم واحدة من عيون الأدب العالمي. تعرف على رواية الحرب والسلام في حلقة جديدة من كاتب وكتاب. تدور الرواية حول قصة المجتمع الروسي إبان حملات نابليون على روسيا، وتعطي صورة واسعة وموضحة لحياة الترف التي عاشتها طبقة النبلاء في روسيا في عهد الحكم القيصري، وبسببها أطلق على تولستوي لقب قيصر الرواية، وترجمت إلى معظم لغات العالم، وتحولت إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، ولا تزال من أكثر الكتب مبيعاً في العالم رغم مرور سنوات طويلة على وفاة كاتبها. كان تولستوي مناهضاً للعنف وداعية للمقاومة السلمية، تأثر به زعماء وقادة حول العالم مثل غاندي ومارتن لوثر كينغ ومانديلا. تبدأ أحداث الرواية منذ عام 1805 حيث غزا نابليون بونابرت غرب أوروبا، وبدأت روسيا تتخوف من زحفه إليها وتحالفت مع إسبانيا ضده، وترصد عهد القيصر ألكسندر وتمتد حتى 1812. ولم يكتفي بتأريخ هذه الحقبة، بل قام بتحليل أحداثها سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً أيضاً. تنقسم الرواية إلى 4 مجلدات و15 جزءاً، وتبدأ بحفل للمترفين بروسيا، حيث يقدم تولستوي شخصيات ملحمته الكثيرة والمتنوعة والتي تعدت 200، وقيل إن بعضها حقيقية، ومنها شخصية تولستوي نفسه وأمه وأبوه، وإنها سيرة ذاتية له ولأسرته ومعارفه، وبعضها تاريخية مثل نابليون والقائد العسكري الروسي كوتوزوف الذي حارب نابليون وتمكن من هزيمته في النهاية وإجباره على الانسحاب من روسيا. تحرر تولستوي من الخضوع للمال في حياته، وتعامل بسخاء مع الفلاحين، ورفض عيش الأثرياء من طبقته. ويعد الأديب ليو تولستوي من أعظم الأدباء الروس والكتاب العالميين على الإطلاق، ولد في عام 1828، ويشير إليه العديد من النقاد على اعتباره أعظم الروائيين على الإطلاق. دخل جامعة كازان في عام 1844، لكنه لم يعجب بطريقة التدريس فيها، فغادرها مقرراً أن يكمل تثقيف نفسه بنفسه. وبعد التحاقه بالجيش كتب عن تجربته تلك وما يحيط بها من أحداث، ونشرها في كتاب خاص بعنوان القوقاز عام 1863. بعد هذه المرحلة زار تولستوي مدن أوروبا أعجبته طرق التدريس فيها، فرجع إلى روسيا وحاول أن يطبق هذا النظام. أنشأ مدرسة لأبناء الفلاحين، كما أنشأ مجلة خاصة لينشر أفكاره ويوصلها إلى الناس. ومن أشهر رواياته رواية الحرب والسلم، ورواية أنا كارينيا، ورواية قصة البعث عام 1899، وقصة الشيطان عام 1889 وغيرها، وتوفي في عام 1910. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.